السلام عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في أفضل حال وأنتم تتابعون الدرس. درسنا اليوم هو في مادة النشاط العلمي، يندرج ضمن موضوع التوازن، وبالضبط تحت عنوان مفهوم التوازن شروطه وتوظيفه. لابد أن نبدأ بإعطاء تعريف للتوازن لكي تتضح لنا الصورة. التوازن هو القدرة على الحفاظ على مركز الثقل للجسم في أقل تأرجح ممكن لشكل الجسم باستخدام أقل دعم ممكن. في هذه الصور بينت لكم مركز الثقل. الآن سننتقل إلى أنواع الموازين. فهناك مجموعة من الموازين كما نرى. الآن سوف نمر لكي نعرف كل ميزان وخاصيته. الميزان الأول هو ميزان نقيس به بتحريك مقابل الكتلة، يستعمل للأوزان الثقيلة. نستعمله مثلا لقياس القمح والحديد والخشب والأرسام الثقيلة. ثم لدينا ميزان قسطاس، يحتاج إلى كتل معلمة لإحداث التوازن لقياس كتلة المعادن الثمينة بشكل دقيق. هذا النوع من الميزان يستعمله صائغ المجوهرات ليقيس به المجوهرات الثمينة مثل الذهب وغيرها. ثم لدينا ميزان الكفتين، يحتاج إلى كتل معلمة لإحداث التوازن، يستعمله كذلك أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية. ثم لدينا ميزان أوتوماتيكي إلكتروني، يمكن من تحديد كتلة البضاعة مباشرة وكذلك يحدد ثمنها. نقيس به ما نقيس بميزان الكفتين. ثم لدينا ميزان آخر نقيس به الأجسام الضخمة. الآن سننتقل لمعرفة مكونات الميزان ذو الكفتين. فالميزان ذو الكفتين يتكون من ميناء مدرج كما هو مبين بالسهم، ثم كتل، ثم كفة يمنى، ثم إبرة، ثم الكفة اليسرى، ثم العاتق، ثم قاعدة الميزان. الآن سننتقل لصورة أوضح. إذن كما ترون في هذه الصورة، فهذه هي مكونات الميزان ذو الكفتين. الآن سننتقل إلى شروط التوازن. لكي نحافظ على توازن المسطرة في حالة جسمين ذوي كتلتين متساويتين، نضعهما على المسافة نفسها من نقطة الارتكاز. إذن كما ترون معي، هنا لدي نقطة الارتكاز، وهنا الجسم A مثلا، وهنا الجسم B. إذن يجب علي أن أضع الجسمين على نفس المسافة من نقطة الارتكاز كما بينت لكم في الصورة الأولى. وفي حالة جسمين ذوي كتلتين غير متساويتين، نقوم بوضع الجسم ذا الكتلة الأثقل على مسافة أقرب من نقطة الارتكاز، بينما الجسم الأخف نضعه على مسافة أبعد من نقطة الارتكاز. لابد من أن نعطي تعريف نقطة الارتكاز. نقطة الارتكاز هي نقطة الأساس الثابتة، وعندها يحدث التوازن بين جسمين معينين كما هي مبينة في الصورتين. سننتقل الآن إلى توظيف التوازن. عندما ترتكز المسطرة مثلا على قطعة خشبية في منتصفها كما هو مبين في الصورة، فإنها تستقر في وضع أفقي، فنعتبر أن المسطرة في حالة توازن. نسمي في هذه الحالة
نقطة تماس بين المسطرة والقطعة الخشبية نقطة الارتكاز. إذن كما تلاحظون لدي هنا مسطرة وهنا قطعة خشبية. نرى أن المسطرة استقرت عند منتصفها فوق القطعة الخشبية فأعطتني مسطرة بشكل أفقي يعني متوازنة، وتلك النقطة بين المسطرة والقطعة الخشبية تسمى بنقطة الارتكاز. بهذا أعزائي أكون قد أتممت شرح الدرس، وإلى درس قادم بإذن الله.